مين افضل حارس مرمى جه في تاريخ الكره المصريه؟ بكل تاكيد الحقيقه في حراس كتير يا كابتن سيف، الحقيقه مش عايز اقول واحد بس، انما انا شايف ان ثلاثة أربعة عصام الحضري طبعا، كابتن شوبير، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، كابتن عادل المأمور. اعتقد ان انا ليا الشرف ان اكون واحد من ضمن الحراس اللي حققوا انجازات مع منتخب مصر، او كانوا موجود ليهم مكانه في منتخب مصر. انا شايف ان الحقيقه احنا محظوظين جدا على مرور الاجيال ان احنا عندنا حراس كتير كويسين. اسالك سؤال يا كابتن صعب، يعني حضرتك عايز ترد رد، حضرتك عايز تفوتهم فوتهم، مفيش مشكله. لا اتفضل. بتشوف المسافات بينك وبين الحضري قريبه؟ جدا. بحب انا الاجابات اللي ثقه دي. لا جدا. الحضري جول كويس جدا، بس هو ده دايما الحقيقه يعني مش هنتكلم كلام دبلوماسي، الحضري جول كويس جدا، وانا كمان جول كويس، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الغرور، انت لازم تعرف امكانياتك ولازم تعرف قدراتك. صح. انما الحضري جول كويس جدا، وانا بعتز جدا بصداقه الحضري وزمالته في الملعب، وكنا منافسين بشكل قوي جدا في المنتخب او في النادي الاهلي وقت ما رحت الاهلي، انما المسافات قريبه. ليه يعني ايه اللي كان ناقص ان مشوارك يطول؟ انا ما كنتش عايز مشواري يطول الحقيقه، يعني انا كنت شايف ان انا وده كانت سبب من الاسباب الكبيره جدا ان انا الاهلي كخطوه من الخطوات المهمه جدا في حياتي، ان انا كنت رغبتي ان انا العب 2006 بطوله افريقيا 2006 وبعد كده ابطل كوره. وبس ما حصلتش، بس انا كانت البلان بتاعتي ان انا 2006 العب 2006 ما كان اعتزل 35 36. ايه بس الاجوان كملت لسن كبير، ما كانش عندي رغبه قوي ان انا اكمل ل 40 سنه، ويعني طبعا في الحضري طبعا على راس القائمه، انما ما كانش عندي الرغبه الحقيقه. انا كنت شايف ان انا اي انجازات فيما بعد فهي كانت هتبقى بالنسبه لي انجازات مكرره. يعني لو انا اخذت احسن جول في افريقيا اخذت مرتين، حققت بطولات مع الاهلي وحققت بطولات مع الزمالك واحترفت بره في اوروبا وعملت بطوله افريقيا في 98. فده الحقيقه انا شايف ان دي كانت خطوات مهمه جدا بالنسبه لي في حياتي. ففي نفس الوقت يا كابتن سيف ان انا ما كانش عندي الرغبه بقى ان انا اقعد ل 40 سنه، كنت عايز يعني يكون عندي كارير تاني مختلف عن الكارير بتاع الكوره. الكوره حلوه جدا وكلنا بنحب ان احنا نلعب كوره لاطول فتره ممكنه، انما النقطه الاهم بالنسبه لي ان انا كنت عايز ادخل في كارير تاني غير ان انا اكون لاعب كوره بس. هسالك السؤال اللي كل الناس بتساله بس بشكل تاني، كل الناس تقول لك طب انت فترتك في الاهلي، طب ندمت، كنت تتمنى تلعب في الاهلي، كنت تتمنى تكمل في الزمالك. انا مش هسال السؤال ده، انا هسالك اما بتقعد تفكر بعد السنين، شايف ان لو لعبت في نادي واحد منهم كنت هتكسب جماهيريه اكبر بتاعه النادي ده؟ كلام واقعي اللي بتكلم فيه كلام واقعي، انما انا الحقيقه اولا الاهم بالنسبه لي ان انا كسبت احترام الجمهورين، كسبت تقدير الجمهورين، حتى لو ما لعبتش في الاهلي كلاعب، انما الموقف بتاعي ان انا احترم مبادئ النادي وقيم النادي وفي نفس الوقت قرارات الجهاز الفني، فده كان شيء الحقيقه في تقدير كبير جدا من الجماهير وانا كنت سعيد جدا بيه. شاركت جماهير الزمالك وتربيت في الزمالك وساندوني وكبروني وفي نفس الوقت كمان يعني شاركنا عملنا افراح كتيره جدا ولعبت وحققت بطولات مع النادي. فنادي الزمالك بالنسبه لي هو مش مجرد نادي لعبت فيه، يعني هو ده بيت اتربيت فيه وده حقيقي، لان انت عارف انا اصلا اهلي من المنصوره، فكان واحنا صغيرين 15 سنه 16 سنه كان بيبقى عندنا السكن بتاعنا في النادي، فاللي هو انا اصلا كنت عايش جوه النادي. فبالنسبه لي الزمالك الحقيقه مش مجرد نادي لعبت فيه ومريت وحققت بطولات وحاجات من دي، لا الزمالك بالنسبه لي هو بيت يعني، وده لا يقلل ابدا ابدا من احترافيتي ولا مهنيتي مع النادي الاهلي، يعني رغم ان كل الناس عارفه ان انا اتربيت في الزمالك، انما كنت في منتهى الاحترام، منتهى الاحترافيه، منتهى المهنيه في النادي الاهلي. وبعدين انا الحقيقه ضد تماما بعض اللعيبه او بعض الناس اللي هو عشان يثبت انتمائه وولائه وان هو بيحب النادي فانه يهاجم الانديه الثانيه او هو يزايد على الانديه الثانيه، وخاصة النادي التاني ده لما يكون نادي أنا اتربيت فيه، فمستحيل مستحيل يعني حتى لو مهما حصل إن أنا أزايد على
فضل الزمالك عليا او زائد على ان الزمالك هو اللي صنع اسمي. فحتى لو انا في النادي الاهلي انا بحترم جدا ويعني مرارا وتكرارا اتكلمت على نادي الزمالك وانا في النادي الاهلي بشكل جيد جدا، لان انا متاكد ان انا لو اتكلمت على الزمالك بشكل سلبي هتكلم عن النادي الاهلي بشكل سلبي. صح. عارف اللي هو بيقول لك اللي بيتكلم ليك بيتكلم عليك، فهو مش الناس مش هتحترمني لو انا انكرت فضل الزمالك عليا، الناس مش هتحترمني. لو 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 الدرس يا كابتن رجع بيك عن طريق احمد دلوقتي فتح الباب ودخل لك بيطلب منك النصيحه، تقول له الباب مفتوح يرجع الاهلي يرجع الزمالك مفيش مشكله، ولا خليك في الزمالك اعمل جماهيريه واحده؟ اكيد كل حدث حديث يعني، بس بس يعني اعتقد يعني مش هقدر اقول له روح اعمل ايه او اعمل ايه، بس انا اعتقد احمد نفسه هيفضل دايما ان هو يكون موجود في الزمالك، هيفضل دايما. وانت وجهه نظرك ايه؟ بص يا كابتن سيف، الجماهير جماهير مصر يعني انك انت تكون في نفس الوقت عندك مكانه في جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، فده بيبقى عايز اقول لك ايه، ده بتضيف لك، هي مش أكيد. هي مش بتقلل منك ما دام انك انت بتتعامل مع الجماهير كلها بشكل محترم. أكيد.